جزاكم الله خير. في آخر أسئلتي هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: يوجد لدي مبلغ من المال بلغ النصاب، استلمته قبل رمضان بحوالي أسبوع، فهل أخرج الزكاة قبل رمضان بأسبوع أم هل يجوز لي أن أؤخر الزكاة إلى بداية شهر رمضان؟ الزكاة تبدأ من تملك المال لا من قبضه، وإنما من تملكه واستحقاقه. فإذا مضى حول على تملكك هذا المال إنه تجب فيه الزكاة ولو لم تقبضه. فالعبرة بدخوله إلى ملكك، إما بشراء أو هبة أو ورث أو غير ذلك من أنواع التملك. فيبدأ حول المال الذي تجب فيه الزكاة تجب من تملكه، إلا ربح التجارة ونتاج السائمة فإن حوله ما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن تماله. نعم.